ايوه منية الأخت منية، تفضلي. وي سلام مسيح سلام ونعمة ربنا يسوع المسيح معكم ومعك أيضا، أهلا بيكي. وي الحقيقة أنا حبيت نشهد شهادة أولا ربنا يسوع المسيح أمام الملايين بأنه حقا هو نور هذا العالم وحقا هو رحمة، وحبيت أيضا أشكره أنه يستخدم معرفتك، حقا أنت أب في المعرفة، ربنا باركنا بوجودك من خلال القنوات اللي كانت تدخل بيوتنا بالرغم من الحبس اللي حبسنا فيه الشرير من عدم المعرفة. كنا نكاد أن نكون من الهالكين، لكن ربنا أنقذنا بنوره. مشكلة. أمين. أخي نستطيع أن أقول أخي بطرس لأني أخيكم كثير لأني كنت كأني يتيمة، والآن تعرفت على عائلتي الحقيقية. أنت عابرة. نعم، والرب استخدمك أخي بطرس، استخدمك أنك في يوم هللويا. نعم، في منذ 10 سنوات كنت مسلمة، وكنت من التفكير الإرهابي، كان غايتي أني أذهب إلى فلسطين وأكون جهادية شريرة حقيقة، وكنت فريمون جاهلة، ولكن كنت لأنه الإسلام كان يحث أني لكي تكون لي علاقة فريمون مباشرة مع الله يجب أن أستشهد. تلك هي غايتي، بالرغم لأن أنا كنت أم وعندي 4 أطفال. سميت ابني محمد، وكانت غايتي أني أذهب إلى السعودية وأتلمذ وأقدم وجمع بومبارد في فلسطين، أني أستشهد في فلسطين لكي أتقابل مع الله، لأني كنت أعشق الله كثير وكنت لست أدري كيف أتصل به، ولكن الرب في ليلة من كنت أشاهد إلا قناة مسلمة، ولكن الرب من حكمته أنه نزع هذه، لم أعد أستطيع أن أتحصل عليها، وفي ليلة من الليالي تحصلت عليك، ولكن عندما ريت الصليب والكل حاولت أني أتفرج على أشاهد قناة أخرى، ولكن لست أدري نعشت، وفي الآخر قمت ووجدتك تقول ولست أدري كيف أنا استمعت لي. كنت تقول أنا إنسان كنت عايش في مصر وأحب كثير أخوان المسلمين ولكن هم يظنون أنهم سيذهبون إلى الجنة، ولكن أقول لهم أن هناك حقيقة أخرى ولا أريدكم أن تصدقوني، ولكن من يريد أن يصلي هذه الصلاة فليتقدم ويسجد لله ويصليها، اطلبوا الله ولا تصدقوني أنا، بل اطلبوا الله. وفي الحين قلت وي نعم، هو يقول أشياء حكيمة، فكيف ما خطرش على بالي أني أطلب الله معك بنفسه، هو صاحب الحق الكامل. ولست أدري، تقدمت وسجدت على ركبتي. هللويا. يقول يا الله أنا أريد أن أعلم الحق يا رب. وحتى الآن عاودت بعدك، ولكن وقفت عندما قلت وإن كان الحق في المسيح أنا أفتح له قلبي وأعطيه حياتي. وفي لحظة لست أدري كيف، وكأن الله كان مقدم لي أمامي الحق، الموت والحياة. هللويا. في وقتها في ذلك الحين يا إما الحياة يا إما الموت، فقلت أنا ما يهمني، أنا ما يهمني هو الحق، وحتى إن كان الحق في المسيح أو أيا كان فهذا الحق هو من بارك اسم الله. وإن كان هو كذلك من أنا لكي أقول أن تكون كيف سنقولها بالعربية، كيف لي أنا الإنسان البسيط فهنا الحقيقة وأنا لا أريد إلا الحقيقة. فقلت يا ربي نعم، وإن كان الحق المسيح فأنا أفتح له قلبي وأعطي حياتي. وصدقني لم أكن أبدا أتصور أن
هللويا. مسلمة أكثر وأكثر، لست أدري كيف، ولكن أبدا أبدا المسيح. مبارك اسم الله، مجدا للرب. مبارك اسم الله. مخبوطة، لا أستطيع أن أقول حتى فرحانة، أنا مخبوطة منذ 10 سنوات صدقني. والرب استخدمني وكلمني ورأيت عيني بأم عيني، رأيت الله بأم عيني. مجدا مجدا لله. وأكمل الطريق مبارك مني أنه فريمون كشف لي عن ذاته، إما أن أتبع ثم أما طريق المال، جمع المال أو أتبعه هو. وكان يوريني برؤى بأحلام، حلمت عن حتى أن قيامة المسيح كنت معه في القبر. هللويا. وشاهدت قيامته لأنه كان عارف الله في حكمته أني فيما بعد سأتعرض إلى كثير من الضغوطات، ولأني كنت أشارك كثير في مجموعات إسلامية وأنهم حيحاولوا إقناعي. وفي الحقيقة أنا ذهبت لكل تلك الاجتماعات لأني قلت يا رب إن كنت متأسفة على الصخر أو على الرمل أي تعليم ينجم يبدل لي عقيدتي، ولكن الحمد والشكر والمجد بارك اسمك يا رب، أن الروح القدس هو كان يواليني ثم جعل مني ثم طلب مني الرب أني أشهد له وأني أذهب إلى أخوات مسلمات لا يستطيع أحد أن يدخل منازلهم وهن الآن فريمون مسيحيات. مبارك اسمك يا رب. مبارك اسمك يا رب. وعائلتهم أيضا بناتهم مسيحيات. مبارك اسم الرب. مبارك اسمك يا رب. أخي وحبيبي يسوع المسيح هو فيك، لأني أستطيع أن أقول أخي بطرس أن كثير من الإخوة والأخوات المسيحيات الذين أنقذوا من الهلاك. أمين. والرب يسوع المسيح يرشدهم وينيرهم، وتسخف خصوصا النساء اللواتي لا يستطيعن أن يذهبن إلى الكنائس. فبقنواتكم أنتم حقا مستحقين كثير كثير للقنوات مثلكم، لأنها هي الكنيسة في البيت. وكل النساء يستمعن لكم بكل الوسائل فريمون جهارا أو خفية. ونشكر الرب من أجلكم، ربنا يبارككم، ربنا يبارك خدمتكم ويزيدكم نور على نور ويملاكم دائما من روح القدوس، تكونوا منارة فوق الجبل والجميع يرى نورها، ويروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أبانا في السماوات بنعمة المسيح وباسم القدوس. فريمون يكون مجد اسمه على كامل الأرض يا رب، وأنه يعود ويلقانا خدام صادقين أمناء في القليل اللي أعطانا إياه لكي يفرح ونفرح هو أيضا نحن. هو فرحنا كثير وغبط ليس لي حتى الكلام أن أقول، هو حررنا، هو أنقذنا من الهلاك من قبضة الشرير. مبارك لكي مبارك نفعنا بحبه ونتلذذ بحبه نحن. هذه لحظة. مبارك اسمك يا رب. مبارك 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 اسم الرب. يا كل الشكر أن لنا أب حقيقي، أب حنون، أب وأخ حبيب يرحم كل ضعفاتنا، وروح القدوس معين لينا. نشكرك يا رب على هالكنز هذا، ونشكرك أننا لم تجعل فينا ناس نفكر إلا في أنفسنا، بل نفكر أيضا كما أنت تفكر في كل العالم، نحن أيضا نفكر في كل العالم يا رب. أمين. كل يا رب. غير مؤمن أي من كان يا رب أنه يثبت فيك ويكون العروس الجميلة اللي أنت تترقبها يا رب. مبارك اسمك يا رب. أبنائك وأمور قبلك كثير كثير أخي بطرس، ربنا استخدمك كثير في مبارك في عز أوقات أنا أقول منذ 10 سنوات لأول مرة أسمع عن إنسان أنت وريتنا الآن شاعر، ولكن أنت كنت شجاع كثير لأقول هذا أمامك، ولكن حقا حقا هللويا كثير كثير لأنك بعز شدة ولا إنسان تجرأ وأن يقول جهارا عن الإسلام كلمات مثل هذه، كانت حقا نور حقا نور، لأنه كل المسلمين عمي ولا واحد فيهم يتجرأ أن يقولهم هذا الإسلام طريق خطأ
سمعناها منك ربنا يبارك بارك فيك اسم بارك الله وربنا يعطيك اكثر من سؤل قلبك بنعمه المسيح يا رب. امين وليتمجد اسمه في كل الارض. امين 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 يا منيه. انا فخور جدا جدا ان انا اسمع صوتك واختبارك الصاروخي. شكرا. برافو برافو عن عمل الله. شكرا وحمد وشكرا لك ان اعطيتني الفرصه اني انا سعيد لان رب يسوع المسيح هو مثالنا مثل ما العشره اللي كانوا مرضى واشفاهم ورجع الا واحد. فكنت في قلبي كنت دائما اتمنى اني ولكني كنت دائما نحكي عليك وقدم شهادات. مبارك اسم الله مبارك اسم الله اكثر ونتقابلوا حقا سنتقابلوا ونتمتع في الابديه بعضنا البعض كلنا جميع الاخوان والاخوات في جميع انحاء العالم حنكون مع بعض. امين. نسبحوه ونمجدوه ونحبوه. حمد وشكر ومجد ليك يا رب. يا رب يا رب يا بركه يا بركه. ده انت مدفع صاروخي. ايه الروعه دي والعظمه دي. لو اعرف زغرت كنت زغرت لها. بس اهلا وسهلا بيكي بعيله المسيحيين. اهلا وسهلا. امين يا منيه. وانا فخور انك انت تبقي اخت ليا. ده المسيح نفسه يقول كده صار بكرا بين اخوه كثيرين. مجد الله. ده فخر ليا خالص خالص يا بنتي. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه ويستخدمك لمجد اسمه القدوس. أمين. بهذه القوه قوه الروح القدس الذي يعمل فيك بقوة وانطلاق. مبارك اسم الله. ربنا يستخدمك لمجده. يا أحبائي المسلمين ويا أخواتي المسلمات انظروا عن عمل المسيح في هذه الابنة المباركة اللي كانت عايزة تعرف الحق فين وتعيشه. أمين. هذه أيضا مثل وقدوة وشهادة حية لعمل المسيح في القلوب. اطلبوا زي ما طلبت. قولوا يا رب إن كنت أنت إله الإسلام ثبتنا على الإسلام. ها. ولكن إن كنت أنت الظاهر في جسد المسيح فاكشف لي عن حقيقتك وأنا بفتح لك قلبي عشان تدخل وتملك على حياتي زي ما قالت وحصل اللي حصل وياها. هللويا. أمين أمين. هللويا. تفضلوا فيه.